سيد الفاضل الدكتور عبد العزيز، هل العلم فسر ما الذي وقع في المغرب؟ مساء النور، تحية للإخوة في مصر وفي العالم العربي. قبل ما نبدأ في تحليل ما وقع في مراكش ونواحيها، أو بالأحرى ما وقع في وسط جبال الأطلس والمناطق المحيطة بها، أود أن أبلغكم تحيات واعتزاز إخوانكم في المغرب على ما أحسوا به من سند ودعم في هذا المصاب الجلل، وما أبداه كل الإخوة من مساندة. بالنسبة لما وقع، فكما يعلم الجميع الأرض تتحرك دائما، وهذه يعني من الأشياء التي كان علينا من نحن المعشر الجيوفيزيائيين أو الجيولوجيين، كان من الصعب علينا في كثير من الأحيان إيجاد الكلمات لشرحها للعموم، ولكن الآن يعني يسهل القول أن ما وقع هو نتيجة لتحرك مجموعة من الكتل الصخرية التي كانت في وضع يعني وضع هدوء ليس حقيقي، بمعنى أنه داخل القشرة الأرضية أو داخل الطبقات الأرضية أو في جوف الأرض كان هناك تجميع لطاقة معينة كبيرة خلال ملايين السنين. هذه الطاقة كان أن وصلت في وقت من الأوقات إلى درجة كان من الضروري أن تخرج، فانبعثت على شكل موجات، وهذه الموجات تستعمل الفوالق الموجودة في القشرة الخارجية للأرض، فاستعملتها، وكان في نواحي مراكش أن استعملت أحد أهم الفوالق المعروفة على المستوى العالمي والمعروفة أيضا على المستوى على مستوى شمال إفريقيا، والذي هو فالق جنوب الأطلس الذي يحد كتلتين، كتلة ما نسميه البارافريكان كراست اللي هو مجموعة من الصخور التي بلغ تطورها الجيولوجي أو بدأ تطورها الجيولوجي منذ ملايير السنين، وكتلة أخرى نسميها أو على شكل سلسلة جبال ونسميها سلسلة جبال الأطلس، والتي تبتدئ في المغرب في أكادير وتمتد إلى تونس عبر الجزائر. فإذا هذه الصدوع وهذه التشققات وهذه الفوالق هي التي تخرج تلك الطاقة التي مر عليها ملايين السنين وتخرج على شكل موجات وتعطي ما شاهده العالم الآن، غير أن الجديد الذي وقع في مدينة في نواحي مدينة مراكش أن الجهة أو جانب الفالق الذي تحرك لم نكن نتوقع أنه سيتحرك بهذه الطاقة وبهذه الفجائية، مع العلم أن كنا رصدنا في الماضي بعد الحركات الزلزالية الخفيفة ذات 3 درجات 4 درجات في تلك المنطقة، ولم يخطر ببال أحد أن من الممكن أن تصل قوة زلزال في هذه المنطقة إلى 7 درجات. أولا، هل المفاجأة هي عدم قدرة العلم على قياس حجم الطاقة التي تتفاعل أسفل هذه الطبقات الأرضية؟ تماما، يعني في درجات من المقاربة في موضوع prediction، يعني مقاربة توقع الحركات الزلزالية، في درجات من التفكير. الدرجة الأولى، هل بإمكان توطين الأماكن التي من الممكن أن يكون فيها زلزال؟ هذا يعني شيء ممكن أنه نقول أنه المنطقة الفلانية
أكثر تعرضاً للزلزال من منطقة أخرى، بحيث أنه على مستوى العالم نضبط بشكل جيد المناطق التي فيها أو المعروفة بنشاط زلزالي، وهي موطنة على خرائط موجودة الآن. ونحن هنا في المغرب بصدد تحيين هذه الخرائط وإضافة يعني تفاصيل دقيقة إلى كل الخرائط الموجودة، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما يعجز عنه العلم إلى حد الآن هو توقع وقت انبثاق الطاقة، وكذلك يعني كمية الطاقة المنبثقة. وبالإمكان أن نعود خلال نقاشنا إلى الأسباب التي تقف حائلا بين الجيولوجيين، بين علماء الجيولوجيا، وهذه المعرفة.